تفاؤل وأمل للشاعر أبو القاسم الشابي. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. أصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي، وأصيح للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. فاهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء، واملأ طريقي بالمخاوف والدجى وزوابع الأشواك والحصباء. سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي مترنما بغنائي. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء. إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء. الداء أي المرض، الشماء المرتفعة. يتحدى الشاعر في أبياته أعداءه المترصدين لأخطائه ومرضه، فقد كان مصابا بمرض في قلبه. وهناك صورة فنية، فقد شبه نفسه وكأنه نسر يحلق فوق القمم، وهنا دلالة على تحديه لمرضه وأعداءه. أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا بالسحب والأمطار والأنواء. أرنو أي أمعن النظر، هازئا ساخرا، السحب الغيوم، الأنواء المطر الغزير. يتحدى الشاعر أعداءه فينظر إليهم نظرة الهازئ بهم، فهو يسمو ارتفاعا فوقهم. وقد رمزت ألفاظ السحب والأمطار والأنواء إلى أعدائه. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. أرمق أي أنظر، الهوة الحفرة، الظل أو الهوة السوداء، هذه رموز إلى مخاوفه. هنا يبدو الشاعر متفائلا طموحا، فهو لا ينظر إلى السواد نظرة الكئيب المتشائم. وأصغي لموسيقى الحياة ووحيها وأذيب روح الكون في إنشائي. أصغي أي أستمع موسيقى الحياة، مظاهر الجمال في الكون. إنشائي أي شعري. من المظاهر التي تبعث التفاؤل في نفس الشاعر التمتع بجمال الطبيعة الذي يستوحي منه شعره. وأصيح للصوت الإلهي الذي يحيي بقلبي ميت الأصداء. أصيح أي أستمع، الأصداء تردد الصوت، الصوت الإلهي أي الإيمان بقضاء الله وقدره. وأيضا من المظاهر التي تبعث التفاؤل والأمل في نفس الشاعر إيمانه بقضاء الله وقدره، فقد كان راضيا بما أصابه الله تعالى من مرض في قلبه. فهدم فؤادي ما استطعت فإنه سيكون مثل الصخرة الصماء. فؤادي قلبي الصماء شديدة الصلابة. هنا يخاطب الشاعر قلبه متحديا، فيقول له اهدم قلبي فإنه سيواجهك بكل قوة. وهناك صورة فنية، فقد شبه الصراع بين الشاعر ومرضه، وكأن قلب الشاعر أرض للمعركة والنزاع، كما وشبه الشاعر قلبه بالصخرة شديدة الصلابة. واملأ طريقي بالمخاوف والدجى وزوابع الأشواك والحصباء. الدجى الليل المظلم، الحصباء الحجارة الصغيرة. وقد جاءت الألفاظ الدجى وزوابع الأشواك والحصباء ترمز إلى مخاوف
التي يتحداها الشاعر، فهو يتحداها بكل قوة، وسيكمل طريقه وإن امتلأت بالأشواك والحصباء. سأظل أمشي رغم ذلك عازفا قيثارتي، مترنما بغنائي. قيثارتي آلة موسيقية، وهي دلالة على الشعر، مترنما مغنيا. ومن المظاهر التي تبعث التفاؤل والأمل في نفس الشاعر حبه للشعر، فيمضي طريقه طربا متجاوزا مرضه وأعداءه. فالشعر يمثل لديه معنى للنبض والحياة في قلبه. النور في قلبي وبين جوانحي، فعلام أخشى السير في الظلماء. النور أي قوة إيماني، جوانحي أضلعي، أخشى أخاف. الظلماء رمز إلى المخاوف التي يتحداها الشاعر. هنا يعبر الشاعر عن جبروته وقوة إيمانه، فهما تتحديان المصاعب والمخاوف التي تقع في طريقه. إني أنا الناي الذي لا تنتهي أنغامه ما دام في الأحياء. الناي آلة موسيقية، وهنا رمز للشعر. يقول الشاعر بأن الشعر يمنحه القوة، سأبقى أكتب الشعر ما دام قلبي ينبض بالحياة. وهناك صورة فنية، فقد شبه الشاعر نفسه بالناي. قد فهم من الأبيات أن الشاعر تحدى مرضه وأعداءه، وسبق لك أن عرفت أنه كان مصاب بمرض في قلبه، فقد تحداها بكل قوة. من الأشياء التي كانت تبعث في نفسه القوة والتفاؤل إيمانه بقضاء الله وقدره، فقد كان راضيا بما أصابه الله تعالى من مرض في قلبه. وأيضا حبه للشعر الذي كان يستوحي معانيه من جمال الطبيعة حوله، فقد كان يمثل لديه الشعر معنى للحياة ونبضا في قلبه.